هو ليس مجرد منتخب عربي ينافس في استحقاق قاري كبير، إنها فكرة أعمق من ذلك بكثير. أن يلعب منتخب الجزائر في أي بقعة من بقاع الأرض يعني نبض يشتعل في قلب كل فلسطيني حبا وأملا ودعاء بالانتصار. الفلسطينيون صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، اتحدوا ورفعوا العلم الجزائري في البيوت والشوارع والمقاهي، وشجعوا منتخبا جعل رأس العرب مرفوعا وأطل بهامته الشامخة وصولا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. الجمهور الفلسطيني بكل أطيافه في كل مدنه، من غزة إلى جنين إلى رام الله إلى القدس، يساند المنتخب الجزائري. هذا من طبيعة الشعب الفلسطيني، أنه شعب فلسطيني وفي، وخاصة للجزائر التي قدمت لنا الكثير، فما بالك الآن الجزائر تمثل كل العرب وعاشت الأخوة الفلسطينية الجزائرية. وبعدما كانت الموقعة تتجه إلى الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف، قال محارب الصحراء كلمتهم، وكلمة الرجال هي العليا، فاقتنص رياض محرز هدفا قاتلا في الشباك النيجيرية، غير وضعية الواقفين والجالسين من الأرض إلى عنان السماء. فازت الجزائر فانتصرت فلسطين، ضحكنا ورقصنا وبكينا فرحا، امتلأت الطرقات حديثا عن لاعبين مقاتلين، يعادل الواحد منهم منتخبا بأكمله، عن أبطال رسموا القهقهات على شفاهنا وجعلونا نعانق النجوم. المنتخب الوطني الجزائري هو منتخب وطني فعلا، فلسطين والجزائر هم واحد، دائما عودنا هو الجمهور الجزائري انه يشجع منتخب فلسطين حتى على حساب منتخب بلده، فعلا اليوم بنقول لهم انه احنا معاكم في مباراه نيجيريا، معاكم في اي مباراه اخرى، وانا تحديدا اليوم اخترت البس تيشيرت منتخب فلسطين، لانه فعليا شاعر ان انا بلبس كمان تيشيرت المنتخب الجزائري بنفس اللي هي او بنفس هذا القميص. لجزائر الوفاء، ولشعب لا يتوقف عن ترديد عبارة فلسطين الشهداء، كان يجب علينا رد الجميل والعشق الهستيري بين الشعبين. لم يكن إلا نتاجا لشعور متبادل يبدأ من عند كرة القدم ويصل إلى أبعد ما يمكن للعالم أن يتخيل. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. فنحن مع الجزائر غالبة أو مغلوبة، الجزائر يا حبنا ويا من كانت مكان إعلان استقلالنا. محمد نوفل، تلفزيون فلسطين.